مركز رائد وسمعة أكاديمية وبحثية مرموقة تتميز بها الجامعة الأمريكية في الشارقة، مما جعلها مركزاً للأبحاث والأنشطة العلمية والإبداعية والدراسات العليا عبر مختبراتها الحديثة التي تخدم جميع متطلبات البحوث العلمية التي يقوم عليها الكادر التدريسي والطلبة، مما يساهم في نشر الأبحاث العلمية والدراسات القيمة التي تثري المجالات المتنوعة. تتيح هذه المختبرات لطلبة الجامعة فرصة العمل على الأبحاث والدراسات جنباً إلى جنب مع أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم على مستوى عالمي من الحرفية والخبرة، ويكون ذلك إما من خلال المساقات الدراسية الخاصة بهم أو من خلال العمل كباحثين مساعدين في مرحلة الدراسات العليا. كما توفر الجامعة أحدث المختبرات المجهزة بأحدث التقنيات لطلبتها وهيئتها التدريسية للقيام بأبحاثهم ودراساتهم، مركزة على التعلم المكثف والعملي والتجريبي في مختبراتها الواسعة والمجهزة تجهيزاً كاملاً. حياكم الله مشاهدينا من جديد، ما زلنا مع الجامعة الأمريكية في الشارقة وعن إتاحة الفرصة لخريجيها ودعمهم بتطوير أبحاثهم في المختبرات العلمية، ومع ضيفتنا الشابة الإماراتية المبدعة بتفوقها العلمي والتي أثبتت من خلال أبحاثها أن بنت الإمارات لا تقف عند حدود المعرفة البسيطة، بل تسعى لتنهل من العلوم والمعرفة ما يرضي طموحها وطموح دولة لا ترضى لأبنائها إلا التفوق والنجاح الباهر. وللحديث أكثر عن إنجازها العلمي وأبحاثها في مجال علوم البيئة ودعم الجامعة الأمريكية لمواصلة طموحاتها، يسرنا أن تكون معنا الباحثة ميرا طلال الحمادي. حياك الله. شكراً لاستضافتكم لي في هالبرنامج. شاكرين لك على تواجدك. بداية حثينا عن تفوقك في المرحلة الدراسية الأخيرة اللي هي مرحلة الثانوية العامة. أنا من بداية دخولي للمدرسة لحتى ما تخرجت من الثانوية العامة حرصت أن تقديري ما يقل عن الامتياز، وهذا بفضل من رب العالمين واهتمام أهلي لي ومراعيتهم لدراستي. فيوم دشيت الثانوية العامة قررت أني أختار قسم العلمي، وهذا من شغفي للمواد العلمية وأي يعني دروس أو حصص كان فيها تجاربات علمية. فالحمد لله حتى مدرساتي كانوا دائما يدعموني ويشجعوني أني أشارك في مسابقات علمية مثل مسابقة Think Science. هذه المسابقات خلتني أفكر بجدية أني أكمل دراستي في علوم، يعني في مواد العلوم. فهذا هو اللي حدد مساري في اختيار تخصص علوم البيئة في الجامعة الأمريكية. نعم جميل. أيضا حصلتي على نسبة عالية، ما أعرف إذا نذكر كم هي النسبة أو لا، لكن هي نسبة عالية مشرفة للأهل ولنا أيضا. ما سبب حصولك على هذه النسبة أو كيف اجتهدتي وحصلتي على هذه النسبة؟ فأنا يوم دخلت الثانوية العامة من بداية الفصل الدراسي حطيت لي خطة دراسية إن ما أجل واجباتي، إن أستعد للاختبارات من قبل الاختبار، إن أستمر بتمارين وحتى أقرأ كتب ثقافية علمية حتى روايات حتى أن أقدر أقوي لغتي الإنجليزية والعربية. فالتزمت بجدية في المذاكرة وحطيت لي هدف أن نسبتي ما تقل من 99. فبتشجيع أهلي ومساعدتهم ودعمهم وحتى تشجيع مدرساتي قدرت أني أحقق هدفي وأحصل على نسبة 99.5 وحتى أني طلعت الأولى في المدرسة. جميل، مبارك لك هذا التفوق في المرحلة الثانوية. ونتحدث أيضا عن المرحلة الدراسية في الجامعة. أظن التقيتي بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي. حدثينا عن هذا الموقف وشو قال لك؟ الحمد لله سمحت لي الفرصة أن ألتقي مع سموه الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عند افتتاحه للمختبرات الجديدة في الجامعة الأمريكية اللي هي مختبرات الأحياء والعلوم اللي أنا كنت موجودة فيها حتى أني أكمل بحثي. ف
فالحمد لله كنت موجودة هناك، التقيت وتحدثت مع سموه عن بحثي وكان فرح كبير لي. وصاحب سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي هو دعم كبير لنا ولجامعتنا حتى، ودائما يوصي كبار المسؤولين بالرعاية بالطلاب والشباب ودعمهم والاهتمام بمشاريعهم وأبحاثهم وإبداعاتهم حتى. فأود أن أشكر سموه على هذا الاهتمام. دائما الجامعة بيئة مشجعة، من يعني من توجيهات صاحب السمو أن تكون بيئة الجامعة بيئة مشجعة للطالب. نعم. سواء في أثناء دراسته أو أثناء مثلا بحثه أو طرحه لفكرة معينة. أيضا أود أن أتحدث عن دعم الأهل لميرا، كيف كان الدعم؟ أنا من ما كنت صغيرة أمي كانت وايد حريصة على دراستي، وكانوا أمي وأبوي دائما يهيئون لي الجو المناسب للدراسة والتفوق والتميز، وكانوا يشجعوني في كل مراحلي ومراحلي الدراسية ويتابعوني ويتابعون مستواي في المدرسة. والحمد لله كانوا أكبر داعمين لي، وحتى أخواتي كانوا أكبر داعمين لي في كل مراحلي من صغري حتى الحين. حتى يوم تخرجت من المدرسة كان كل حد يتوقع أني أدش مجال الطب، بس أمي وأبوي عطوني حرية الاختيار وكانوا يحبوني أن أدش شيء أنا أحبه وبحب أدرسه، فالحمد لله على هالنعمة. نعم جميل. إذن بنتحدث عن موضوع التخصص اللي اخترتيه في الجامعة الأمريكية. ليش اخترتي هذا التخصص بالذات؟ تخصص علوم البيئة كان حلم لي، وكنت دائما أفكر حتى من قبل دخولي للجامعة كنت أفكر كيف ممكن يكون لي دور في المجتمع، كيف ممكن يكون لي دور في حماية البيئة وإيجاد حلول للمحافظة على البيئة. فاللي شجعني أن أختار هذا التخصص أنه متعدد التخصصات، يعني يشمل الأحياء، الكيمياء، علوم الكائنات البيئية، الاستدامة، وحتى التغيير المناخي. بما أن في السنوات الأخيرة زاد وعي الناس بضرورة الاهتمام بالبيئة والعمل لتحسين المواد الطبيعية في البيئة، فتمنيت أني أدش هذا التخصص حتى يكون لي دور في حماية البيئة وفي المحافظة عليها ومحافظة على تخفيف التلوث في البيئة. نعم جميل. كبرى الشركات وكبرى الدول أيضا تناقش هذا الموضوع فيما يخص التغير المناخي وموضوع الاستدامة، يعني ووضع كافة الموارد المهمة في مثلا أن تكون هناك استراتيجية معينة. نعم. تحافظ عليها الدولة في موضوع الاستدامة والطاقة النظيفة. بتكلم عن التخصص أكثر، هل واجهتي تحديات أثناء اختيارك لهذا التخصص؟ صراحة ما واجهت وايد تحديات صراحة، أو ما أظن واجهت أي تحديات عند اختياري للتخصص. كان في مواد صعبة، بس كانوا البروفيسورز وكان قسم علوم البيئة دائما يدعمونا ويساعدونا، يعطونا وقت زيادة، يشجعونا، يعطونا مواد حتى أو كتب نقدر نقرأ عنها زيادة حتى تساعدنا في فهم المادة. فالحمد لله الجامعة الأمريكية يعني وايد ساعدتنا، فما أحس أني وايد واجهت تحديات في هذا الموضوع. جميل. نيجي لموضوع البحث، كيف اخترتي هذا البحث؟ وش اللي شجعك على اختيار هذا البحث؟ هل واجهتي مشكلة معينة واخترتي هذا البحث؟ أم تم اختيار البحث من خلال مثلا دراستك لهذا التخصص؟ بداية أنا بحثي عن اللي هو الميكروبلاستيك، اللي هو البلاستيك الدقيق في المحار. فأنا ليش اخترت الميكروبلاستيك؟ لأن في وايد أبحاث حول العالم عن الميكروبلاستيك وضرره السلبي، لكن في دولتنا لا يوجد بحث صريح عن الميكروبلاستيك. فحبيت أني أكون من أول الناس اللي قدرت أنشر وأزيد وعي الناس عن هذا الموضوع، واخترت أن أسوي البحث عن الميكروبلاستيك في المحار، أن في شيء مو بايد الناس يعرفون عن المحار إنه هو فلتر لماء البحر. فوجود الميكروبلاستيك في المحار يقدر يسبب ضرر سلبي على مناعة المحار وعلى مناعة النظام الفلتري للماء البحر، فهذا الضرر
ممكن يأثر على البيئة البحرية، الكائنات البحرية، غير أنه ممكن يأثر علينا إحنا لأن إحنا نتغذى من هالبيئة البحرية. صحيح. فبعد قرايتي لهذا الموضوع حبيت أنه يكون مشروع التخرج عن هذا الموضوع، قدمته للبروفيسورز والجامعة ووايد حبوا الموضوع وساعدوني أن يبون لي عينات حتى أني أكمل هذا البحث. نعم، شو الأدوات العلمية اللي استخدمتيها أثناء إجراء هذا البحث؟ ففي البداية كان لازم يكون عندنا عينات، فالجامعة راحوا على رحلات بحرية واستخرجوا لنا هالعينات، ومنها أنا خذيت هالعينات وتم تشريحها وتحليلها بمواد كيميائية مختلفة مثل الهيدروجين بيروكسيد وبوتاسيوم هيدروكسيد ومواد كيميائية ثانية بعد، ومنها تم ترشيحها على اللي هو الفلتر بيبر حتى يقدر يسهل علينا عد كمية الميكرو بلاستيك تحت الميكروسكوب، ومنها قدرنا نسجل النتائج وكمية الميكرو بلاستيك من البرنامج والكاميرا اللي متصلة للميكروسكوب. نعم، جميل. إذن أخذ عينة من كل منطقة بحرية لمعرفة كمية البلاستيك في المحار. أكيد واجهتي صعوبات وأيضاً واجهتي تسهيلات أثناء عمل هذا البحث. ممكن تكلمينا أكثر عن منو الشركات الداعمة أو الهيئات الداعمة لمشروعك البحثي؟ اللي ساعدونا في المشروع اللي هم هيئة الشارجة للبيئة والمحميات الطبيعية، هم متعاونين مع الجامعة الأمريكية وهم ساعدونا على أخذ هذه العينات وهم اللي سهلوا لنا هذا الموضوع. بس بالنسبة لل التحديات التحدي الوحيد اللي واجهته أثناء البحث اللي هو إن كنا لازم نتأكد إن ما نستخدم أي مادة فيها بلاستيك وإحنا قاعدين نسوي البحث، يعني حتى الجلاسات الأدوات اللي استخدمها لتشريح المحار كنا لازم نتأكد إنه ما يكون في بلاستيك في الموضوع، كنا لازم نتأكد إنه نكون لابسين لاب كوت والجلوفز ودائما نلبس ماسك. مهمة إنها تكون متوفرة أثناء هذا المشروع البحثي، صحيح؟ نعم. تم نشر العمل البحثي هذه في مجلة عالمية، صحيح؟ نعم. ممكن تذكري لي شو اسم المجلة أو لماذا تم اختيار مشروعك البحثي هذا؟ بعد ما كملت البحث وتم رصد كل النتائج نشرناه في مجلة علمية اللي اسمها Environmental Advances، وهاي مجلة مختصة بالعلوم بالأبحاث العلمية والبيئية، وإحنا اخترنا هذه المجلة لأن فيها توجد فيها وايد أبحاث عن الميكروبلاستيك، فالناس العلماء والناس اللي مهتمين بهذا الموضوع دائما يردون لهذه المجلة. فبعد ما يعني عطيناهم نشرنا البحث في هذا المجلة، تم صدى هذا البحث في جميع مواقع التواصل، والحمد لله كان في وايد. إذن مشروع لاقى إقبال كبير من قبل المهتمين بهذا الموضوع. نشوف مع السادة المشاهدين أثناء عمل ميرا في المختبر. حزتها هني، شو بالضبط، شو ياسة تشوفين؟ ممكن تشرحين للسادة المشاهدين شو العمل اللي كان هذا حاصل؟ بعد ما حللنا العينة تم تشريحها على الفلتر بيبر، وهذه كل لقطة تمينا نقدر استخدمنا الميكروسكوب اللي تابع للكاميرا حتى ان نقدر نشوف الميكروبلاستيك، لان هذا هو الميكروبلاستيك احنا ما نقدر نشوفه بعيننا، لازم تحت الميكروسكوب لان حجمه وايد صغير. فهذا الميكروسكوب ساعدنا على عد كميه الميكروبلاستيك اللي موجود في كل عينه. نعم، هذا دعم ايضا من الجامعه الامريكيه بتوفير مثل هذه الاجهزه لي يعني تسهيل عمليه او مشروع البحث على الطلاب، يعني وتسهيل مثلا افكارهم وطرح افكارهم اثناء المشروع البحثي، صحيح؟ نعم. جميل، تحدثتي ان المشروع هذا لقى اقبال كبير
من الجهات العالمية، وأيضا كانت لك مشاركة خارجية صحيح؟ نعم. حثينا أكثر عن هذه المشاركة الخارجية. شاركت في مؤتمر في الدنمارك اللي هو سيتاك، وهو مؤتمر مختص بالعلوم البيئية والكيميائية، فالناس اللي مشاركين فيه هم علماء ومختصين بأبحاث علمية، فالحمد لله كانت لي الفرصة أني أقدم بحثي هناك، وقدمتها في قسم الميكروبلاستيك، والحمد لله كان في عدد كبير مهتم بهذا البحث، وكان عندهم وايد أسئلة أنا استفدت منها، واستفدت من الأبحاث الثانية اللي كانت موجودة، حتى أني قدرت أحصل على أفكار جديدة لأبحاث ناوية أشتغل عليها، أبحاث لم تنطبق في هذه الدولة، وأبحاث ممكن حتى تفيد الدولة. نستأذنك الباحثة أميرة ونستأذن السادة المشاهدين، مشاهدينا فاصل قصير ولا نعود. حياكم الله مشاهدينا من جديد، نستكمل الحديث مع الباحثة أميرة، لكن بعد هذا الاتصال إذ تنضم إلينا الأستاذة الدكتورة فاتن سمارة، أستاذ في علوم البيئة بكلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية في الشارقة. حياك الله أستاذة. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام أستاذة. لا شك بأن الجامعة تتميز بنماذج ناجحة وريادية مبدعة مثل الباحثة أميرة الحمادي وما وصلت إليه من إنجازات ومشاركات، لو تحدثينا بداية عن ما تتميز به مختبرات الجامعة الأمريكية من تجهيزات ومرافق تساهم في خلق بيئة بحثية هادفة للطلبة لطلبة الجامعة أيضا وللباحثين. أيوة، أول إشي شكرا كثير لدعواتكم، وطبعا أنه أميرة عندكم وأنتم تشجعونا. الجامعة الأمريكية طبعا استثمرت في تحسين وتطوير القدرات الأبحاث والحياة التدريسية. الدكاترة بالجامعة تخرجوا من جامعات من أمريكا ومن كندا وغيرها، وعندهم الخبرات العميقة عشان طبعاً نعلم الطلاب ونورجيهم نظرة الريسيرش والأبحاث والمهمية بهالأيام طبعاً الأشياء الجديدة. أن يكون لدينا مرافق متطورة وعندنا مبنى علوم جديد ويدعم علوم البيئة والأبحاث طبعاً، وخاصة التدريب العملي، فعندنا أهم إشي تدريس وتعليم العيال للمستقبل. نعم، كنت أتحدث مع الباحثة ميرا عن موضوع جميل أن تتوفر مثل هذه الأجهزة الحديثة التي تساهم في مساعدة الباحث وأيضاً مساعدة الطالب في المشروع البحثي الخاص فيه. إذا كانت الفكرة موجودة ولم تتوفر الأجهزة فهناك تحديات أخرى ربما يواجهها الطالب. إلى أي مدى يتم المساهمة في دعم الطلبة في أبحاثهم ودراساتهم خصوصاً في مختبرات الجامعة الأمريكية؟ نعم، هلأ إحنا بنشجع الطلاب طبعاً اللي عنده أفكار اللي عنده أبحاث حابب يعملهم، في أوقات إنه يا الطالب بيكون عنده فكرة يا بيكون الأستاذ أو الدكتور عنده بحث وبيحب إنه يشارك الطالب فيها. طبعاً إحنا من طرفنا حابين هن يتعلموا ويتطوروا، فبنحاول إنه نوفر لهم الإكويبمنت الإنسترومنتيشن باللاب. يعني أنتوا يمكن شفتوا شوي من الإكويبمنت اللي موجودين باللاب، والحمد لله كل شوي بنحاول نتطور الإكويبمنت، نحاول إنه مع الوقت كل ما يكون في شيء جديد إنه الجامعة كمان تجدد معها، فهي من طرف الجامعة نفسها ولا من طرف الأبحاث الفاكولتي. نعم. والمشاريع يعني ممكن إنه الطلاب يشتركوا بمشاريع تخرج، أو ممكن يكون بالمساعدين الأبحاث، أو ممكن يكون بالمواد اللي بياخدوهم باللابوراتوريس وهيك. إن المهم عنا إنه هن يكونوا يعرفوا إنه بيقدروا يعملوا إشي غير بس إنه الكلاسروم، إنه يقعدوا ياخدوا تدريس، إنه يقدروا يعملوا إشي إنه هن يحسوا إنه عم بغيروا إشي أو بيساعد البلد بطريقة. جميل. فبنساعدهم بالضبط، بنساعدهم على توسيع قدراتهم ويبدعوا،
ونتواصل مع جهات الأبحاث خارجيا أو داخليا. نعم، كيف يمكن لمختلف التخصصات المشاركة في هذه المختبرات، وكيف هو إقبال الطلاب على هذه المختبرات؟ هلا احنا بالبروجرام اللي عندنا في طبعا في احياء وفي كيمياء وفي بيئه، والطلاب كلهم بحاولوا يشتغلوا مع بعض. يعني في كثير اشياء انه ممكن ميرا احتاجت الاحياء تشتغل معهم، او ميرا احتاجت انه تشتغل مع قسم الكيمياء. فطبعا الطلاب بيشتركوا وبيكون عندنا مساعدات من كل الجوانب. والمهم انه المشاريع اللي بيعملوها مثل المشروع اللي ميرا حكت عنه اللي احنا عم نشتغل عليه، انه فيه بيساعد بالاجابه على كثير من الاسئله اللي في الشارقه والامارات طبعا. فبيدعم رؤيات الامارات بالنسبه لكيف حمايات البيئه. فاحنا شغلنا بنحاول يكون إشي انه طبعا راح يكون كثير مفيد للبلد ويساعد البلد لنقدم. نعم، جميل. كلمة توجهينها للباحثة ميرا وكل طالب وخريج من الجامعة الأمريكية. هلا طلاب الجامعة الأمريكية عندهم سبورت كتير جدا، يعني ما شاء الله ما شاء الله. بس يدرسوا بالجامعة ويتخرجوا بيكون عندهم إنه من كل الأماكن اللي برا بيعرف إنه خريج جامعة الأمريكية عنده اكسبيرينس غير. والطلاب لما بيكونوا عنا طبعا أهم إشي، أهم إشي عنا إنه يتعلموا، ومش بس التعليم، بس إنه يقدروا يفكروا بالمستقبل بالشغل اللي هم بيعملوه. يعني إذا بتشوف مثلا الأبحاث اللي عندي والأشياء اللي نشرتهم، تقريبا 70% من ال papers ال publications في الأبحاث فيها طلاب، يا حاليا يا طلاب اتخرجوا. يعني لهلا حتى الطلاب اللي تخرجوا لسه عم بيتواصلوا معنا وبنشتغل مع بعض. فحبهم بالتعلم هو اللي بيدفعنا لنكبر ونحسن الأداء وندعم المختبرات في الجامعة. فمن خلالهم، من خلال أعمالهم وحبهم للعلم، دين احنا بنقدر نحسن اللاب، بنقدر نحسن الأبحاث، وبنقدر نشتغل أكتر وأكتر. فإذا بنفكر بشغل ميرا، ما شاء الله من أول ما دخلت الجامعة كان عندها حماس جدا لتسوي إشي أكبر، وعمل ميرا جزء مهم مهم جدا في فهم كيف تتأثر الحياة البيئية في الإمارات. فأنا متأكدة إنه شغلها كمان راح يكون كتير كتير مساعد للشارقة وللإمارات، ولنشوف لسه لقدام شو ممكن نتحسن أكتر. بإذن الله. إذا كل الشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة فاتن سمارة، أستاذ في علوم البيئة بكلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية في الشارقة. شكرا كثير. شكرا لك. إذا نستكمل الحديث مع الباحثة ميرا. تكلمنا أن المشروع البحثي لاقى إقبال كبير من أيضا الشركات العالمية الكبرى، بخصوص مناقشتك مشروع كيف ممكن استخراج البلاستيك من المحار. كلمينا أكثر عن تجربتك خارج الدولة. أنا من خلال ذهابي لهذا المؤتمر استفدت من الأبحاث اللي شفتها، واستفدت وايد من الناس اللي كانوا موجودين، المختصين والعلماء عطوني وايد نصايح لأبحاثي اللي ناوي أشتغل عليها. فأحس تجربة جميلة كانت. أنها كانت تجربة وايد جميلة ووايد استفدت منها، وأحس من هذه التجربة أقدر أفيد دولتي وأشتغل على أبحاث جديدة تفيدنا إحنا بعد. مشاركة العلماء وأيضا مشاركة الباحثين سواء داخل الدولة وخارج الدولة يدعم الباحث بشكل كبير، أنه ممكن تكون بعض الأمور غايبة عنه وبعض النصائح ربما تكون مفيدة للباحث. أيضا نود أن نتحدث عن دعم الجامعة والدكتورة اللي كانت معنا على الاتصال الهاتفي، الدكتورة فاتن سمارة المشرفة على هذا البحث. كيف كان الدعم؟ كوني خريجة من الجامعة الأمريكية، أود أن أشكرهم على دعمهم وعلى كل شيء تعلمته من الجامعة، وشكر خاص للدكتورة فاتن لأنها كانت دعم كبير لي وساعدتني في دراستي. حتى
شاركتني في المؤتمر في دنمارك، فحبيت أشكرها هي وحتى بروفيسور ساندرا، لأن هم الاثنين ساعدوني في بحثي وساعدوني أني أقدر أطور الطريقة المناسبة أني أكمل هذا البحث. فمن خلالكم أود أن أشكرهم شكر كبير. نعم. بنتحدث أيضا عن المشاريع. أنت قلتي أنك ناقشتي المختصين والباحثين خارج الدولة عن الأبحاث المستقبلية، حكينا أكثر ما هو المشروع البحثي القادم للباحثة ميرا؟ الحمد لله أنا بديت أشتغل على بحث جديد، وهذا مع التعاون مع الجامعة الأمريكية ومع التعاون مع هيئة الشارجة للبيئة والمحميات الطبيعية، خاصة السيد فادي هناك. السيد فادي وايد ساعدنا وعطاني الفرصة أني أكمل بحثي في مجال الميكروبلاستيك. فحاليا احنا نشتغل على برنامج استجابة الكائنات البحرية العالقة، وين احنا نرصد المواد العضوية، المعادن الثقيلة، وحتى اهم شيء اللي انا اختص فيه اللي هو الميكروبلاستيك من كائنات بحرية مختلفة. نعم، لو نتحدث عن الفائدة التطبيقية على ارض الواقع لهذا المشروع البحثي. مشروع الميكروبلاستيك في المحار أو حتى في كائنات بحرية مختلفة هو مشروع مهم جداً، لأنه يقدر يساعدنا أن نتجنب المخاطر اللي هذا البلاستيك ممكن يؤدي للبيئة البحرية أو حتى الكائنات البحرية. إحنا ما نقدر نشوف الضرر بعيننا، بس بعد وقت ومع إثبات من بحوث ودراسات مختلفة، هذا البلاستيك الدقيق ممكن يأثر على الجهاز الهضمي ومناعة الكائنات البحرية وحتى الكائنات الحية الموجودة، وممكن تؤدي لوفاتها. فإحنا بهذه الطريقة إحنا مو قاعدين نساعد بيئتنا ولا نساعد على الاستمرار إن تكون عندنا بيئة صحية وسليمة. فلو كل شخص فكر إنه يساعد البيئة، إنه ما يلوثها ولا يعق البلاستيك في الشارع أو في البحر، يقدر يعني يحد من هذه الخواطر. نعم. من هذه المشاكل أيضا. ميرا، مثال على الباحثة ميرا أمثلة عديدة، يعني طلاب أصحاب أفكار ومشاريع وأبحاث، لكن يحتاجون نصيحة من الباحثة ميرا. ما هي النصيحة اللي تقدمينها للطلاب والباحثين وأصحاب الأفكار العظيمة مثل الباحثة ميرا؟ نصيحتي إن إذا عندكم أفكار، أي فكرة من ناحية، إذا كان بحث، إذا كان مشروع، إذا كان شيء أنتوا أبدعتوا فيه، استمروا بهالموضوع. دوروا إن حد يدعمكم، دوروا حد يساعدكم إن تقدرون تحققون هالهدف. أكيد في وايد ناس يقدرون يساعدون، أهلنا موجودين، إذا كنتوا في الجامعة تقدرون تكلمون professors أو القسم اللي أنتم موجودين فيه، طبعاً بيكون في دعم منهم. وأنا أشكر الشيخ سلطان على دعمه الكبير واهتمامه بطلابه وشبابه. نعم، جميل. إذن كل الشكر والتقدير للباحثة ميرا طلال الحمادي، أتمنى لك التوفيق في مشاريعك البحثية وجميع الأفكار التي تطرحينها. شكراً. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا، ولكن قبل ذلك أود تذكيركم بتحميل تطبيق مرايا لمتابعة ما فاتكم من حلقات برنامج أماسي وكافة برامج هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. دمتم في رعاية الله وحفظه. شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا.